السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم فل وياسمين. اليوم يا البنات كيف ما كتشوفوا معايا درنا ليكيداسيون دي ستوك، حتى حنا كنديروا لانفونتير ديالنا وكنحيدوا جديد الباس ديالنا اللي خدمناهم وبغينا غير نبيعوهم بقل الثمن. فكيف ما كتشوفوا معايا هاد الهمزه يا البنات، هميزه واش من هميزه. يلا هالبنات اللي مشى هي شي جليبه، مرحبا والف مرحبا. جليل باس زوينين، كاينين بالثوب ديال البرد وكاينين بالثوب ديال الربيع. فنبداو مع اول جلابة. ما تنسوش البنات بارطاجيو ليا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. راه الثمن ابتداء من 300 درهم حتى 600 درهم حتى 800 درهم البنات. نبداو مع اول جلابه يا البنات. ها هي كيف ما كتشوفوا، شوفوا معايا هذا الطرز بالبرونز رائعه. هذه الخدمه ديال المصممه ماشي خدمه المعمل، راكم نتوما عارفين خدمه المعمل وعارفين الخدمه ديال المصممه. شوفوا معايا الكميمات ديالها وغادي نقول لكم، نحاول نقول لكم حتى لي طايا البنات. خدمتها متيوله بالطرز الرباطي وبهذا الطرز اللي نتوما عارفين الطرز المسوس، شنيت فات كيكونوا في الطرز المسوس. وايضا كاينه معانا الرشمه كيف ما كتشوفوا معايا، ها هي يا البنات ومهبطه بالبرشمان. هاد الجليبه يا البنات كتلبسها مولات الام ومولات ال والاكس ال، الثمن ديالها 700 درهم. راه ليكيداسيون دي ستوك ما غاديش تلقاها الا عند فل وياسمين، وان شاء الله غادي نحاول نجيب لكم في المستقبل جليبات اللي فيهم ليكيداسيون. فمرحبا بكم عند ام ياسر، هي اللي دايره لكم هذا العرض الخاص يعني ديال جليبات. نبداو ثاني بالجليبه الاخرى، ها هي هذه بالمليفه البنات. هاد الجلابه اللي كتشوفوا، هاد الجلابه راها بالكريب، وهذه البنات بالمليفه غزاله غزاله ومخدومه بالزمرد وبالبرونز، عينو عقده وفيها واحد لابغيونس زوين زوين بزاف البنات. هانتوما هابطه نص طوق والطرزه ديالتها خفيفه وزوينه. وما نعاودش لكم يا البنات على البوش، البوش راه قادي لي البوش بايدك باش يبان. عطي البنات الطرزه اللي في البوش رائعه رائعه يا البنات. هانتوما شوفوا معايا شحال حلوه وزوينه بزاف. انا حمقتني هذه نديرها غير في واحد الصدر. شوف شوفوا الطرزه شحال زوينه زوينه بزاف كيفاش مخدومه، وفيها هاد الزمرد اللي دايرين فيه اللوينات كلها لوينات البنات. والحجر الزمرد الفغي كان يعني الحجر الحر دائما كنخدموه بالمهرس وبلا مارك ماتسونو والحجر الحر. ايضا كاينه هنا هانتوما ثاني البنات هذه الرشمه، حتى هي الطرزه اللي في الكم رائعه يا البنات. ومن اللي غادي تشوفوا الثمن غادي تصدموا في الثمن. علاش قلنا لكم ليكيداسيون دو ستوك ما فيهاش يعني كتخرجوا ملي كيكون خارج ستوك راه كيكون الثمن في المتناول. هذه البنات جبليه، لا فورم جبليه، تلبسها جميع لي طايا البنات، والثمن ديالها بطبيعه الحال 400 درهم 400 درهم البنات. فين غتلقاو هاد ليكيداسيون؟ غزاله غزاله، خصوصا شي وحده بغات تبرع للميمه ديالتها ولا جداتها، مع البيض اكثر كيجي مع الناس الكبار، زوينه بزاف. وندوزو ثاني لجليبه الاخرى، هذه تري شيك تري مانيفيك تري مودرن، جليبه عصريه ديال البرد، التوب ديالها بطبيعه الحال الكاشمير، مخدومه بالكاشمير. ها انتم في جوج الوجه، يمكن هاد الوجه وهاد الوجه كيف ما كتشوفوا، مخدومه بالزواقط المعلم. ها انتم البنات وهابطه عينو عقده حتى لتحت. هذه البنات غتلبسوها مع لي بوط لانها قصيره، هابطه على الركبه غير شوي. هذه البنات راه مخدومه باليد غير باش تكونوا عارفين، يعني زواقط المعلم كلها باليد دايره باليد. شوفوا زواقط المعلم شحال غزال، وانتم راه البنات الحريفيات راه عارفين زواقط المعلم كتكون غاليه وفيها طبيعه الحال وديال البرد. وهانتوما الطريزه من هنا شحال زوينه، والثمن تا هو البنات ما نقولش ليكم. شوفوا الخدمه شحال نقيه وزوينه، والثوب غزال غزال يا البنات. الثوب هذه يا البنات غتصدموا في الثمن ديالها 350 درهم. اللي ما بغاتش تبرع راسها مع فل وياسمين ومع هاد ليكيداسيون عند ام ياسر فمرحبا بكم والف مرحبا. ندوزوا للجليبه الاخرى، حتى هي البنات هذه جلابه جبليه، ثوب ديال الجين طايح وحريري. وهذه البنات حتى هي غزاله غزاله ومخدومه بخدمه الروب. وشوفي الطرزه شحال زوينه، الطرزه ديال المصممه نص
هابطة عينه عقدة نص طوق كيف ما كتشوفوا، وهابطة بالبرشمان حتى لتحت البنات، غزالة غزالة بزاف وطايحة، والتوب ديالها زوين بزاف. هانتوما الطرزة شحال حلوة، ولا غلطة ولا غلطة ولا غلطة، زوينة. هادي البنات الثمن ديالها 400 درهم. يلا هالبنات، والبنات عريسات كورونا نسيت، راه هادي تاهم اللي عندها شي خطبة ولا باغا تمشي دير لاكس، يعني عوض ما غتبقى تفصل جلابة غتطلع عليها بزباب الفلوس. فهادي البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا، يلا عريسات كورونا راه واعرة 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 بزاف، والثمن ديالها 400 درهم، يعني راه ما غاديش تلقاي جليلي باب توب الابيض بهاد الخياطة وبهاد الموتيف وبهاد الموتيف اللي فيها ب 400 درهم. واللي زوين فيها هو انها جميع لي طاي، يعني ابتداء من الام والال والاكس ال والدبل اكس ال، كاع هاد لي طاي عندكم. هذه البنات وعندكم هذه، وايضا هذه حتى هي واو البنات، طب طب طب. هذه البنات الثمن ديالها 350 درهم. شوفوا كيفاش نازله، حتى هي خدمتها نقيه ومتيوله، يلبسوها جميع لي طاي، مخزنيه لا كوب المخزنيه، راه ما كتموتش البنات، كتبقى دائما فيها هاد الموتيف في الكميمات بزواقة المعلم. فوالا، ها نتوما من هنا طايحه في الكتيفات، غزاله يا البنات. يلا هالبنات سارعوا للسولد ليكيداسيون، هادو هما الموديلات البنات، سارعوا في هاد السولد ليكيداسيون مع ام ياسر، جابت لكم سولد غزال وجليلبات صراحه والله تم تولين وكيحمقوا، وحتى الثمن راه في المتناول. نعاود لكم الاثمنه البنات، 350 400 درهم البنات، 400 350، يعني راه دايره دايره، ومازال ملي تواصلوا مع ام ياسر غتدير معكم في الثمن. هذه البنات 400 لعريسات كورونا، وهذه البنات 700 درهم. صافي البنات، كلشي باين كلشي واضح. ديما ابوني ديما لايك، بارطاجيو ليا الفيديوهات مع الصديقات ديالكم، وان شاء الله لا بروشين فوا غادي نديرو لكم ليكيداسيون في القفيطنات حتى هما هانتوما، وبالثمن اللي غيكون في المتناول دائما مع ام ياسر. الخدمه طوب، الخياطه زوينه ومتقونه، وان شاء الله حتى الثمن راه في المتناول. شوفوا معايا بحال هاد القفيطين، واعر واعر البنات، كيحمق. شوفوا الخدمه ثاني هابطه، الخدمه ديال النفس وديال القلب، ها نتوما رائع رائع رائع. ودائما الحجر الكاليتي كيعطي داك الزمرد، الزمرد كيعطي واحد لابغيون زوين. خليت لكم الراحه البنات، ما تنسونيش من اللايك ومن البارطاج، وبطبيعه الحال حتى بغيتي اختي تفصلي جليبتك ولا قفيطنك مرحبا، اي موديل يمكن لينا نحضروه لك، فسارعوا قبل ما يسالي ستوك ديال ليكيداسيون. السلام عليكم ام رائد، كيفك لاباس؟ شوفي معايا هالجلابه انتي اللي كنتي قلتي لي اصورهم لك. شوفي بصي هاي الجلابه، هادي بتوب الكريب والطرز التونسي، وفيها هادي بنقول لها السنسله نص طوق ونازله بالبرشمان. شفتي الطرز تبعها تبع الكمام حلو كتير، هايدي ثمنها 700 درهم. وكمان سألتيني على الجلابة الأخرى، هاي هادي، هادي بالأسود، وكمان هي الام والال والاكس ال، حلوة كتير. هادي بالمليفة، تشوب المليفة، شفتي الطرز فيها، بنقول لها هادي المرمى، وهذا الطرز التونسي ماشي، وهاي الطرزة في الصدر وفي الأكمام، حلوة كتير كتير رائعة. حاولت أصور لك هالفيديو تبعك وتشوفي الموديل على راحي صراحتك، هذه احلى صراحه، كلهم حلوين. كمان حوريك جلاليب ثمنهم ناقص شويه وحلوين كثار. شوفي هاي الطرزه كيف عامله، هي كمان 700 درهم، وبتلبسها الام والال والاكس ال، هادو كلهم يعني هادو كلهم بيلبسوهم طايل ام والال. شوفي هالجلابة، هالجلابة تبع البرد، وكمان هي الطاي الام والال والاكس ال، ولو حابة اخيط لك فيهم زين، هادو ثمنهم 400 درهم، حلوة كتير كتير. انت بتحبي تشوفي البرد، لو حابة اخيط لك هالموديل بهذا الثمن ممكن، وفيها الوان، انا راح ارسل لك الالوان، يعني هالموديل ب 400 درهم ممكن اخيطه لك زي ما هو، وكمان حديك الالوان.
هذا كمان ب 500 درهم. ممكن أخذه لك ب 500 درهم. وكمان هيدو شفتيهم؟ هيدو في هذا، أنا حوريك الألوان. هيدي كمان ب 400 درهم، يعني سامبل وعادية، وهي أسوابهم. ولو كنت عاوزة تطريز هيك ولا عقيق زي هكا ممكن. وهاوما الألوان تبعهم، هيدي كلهم ألوان تشوب تبعهم فيها الألوان. وهيدي هيدو هم الألوان، يعني تختاري اللون اللي انت تبغيه. شفتي هيدو كلهم ألوان، لو حابة انت يعني بهذا الثمن ممكن نخيط لك انت جلابيتك. هيدي المنيفة والكخاب، هاي الألوان حلوين كلهم رائعين. وهذا ثوب البرد، هادو كلهم أثواب البرد يعني، والثمن في المتناول. هذه كمان جلابة البرد وثمنها 400 درهم. نتمنى نكون وصلت لك الفيديو حقك وشفتي هالموديلات اللي موجودين. أكيد كمان فيه، بصي فيه هنا أثواب بنقولها أثواب جوهرة، انتم ما عندكم هاي أثواب جوهرة. هذه الجوهرة اللي خارجة جديدة، جوهرة التمساح، وفي هاي الجوهرة. يلا خليت لك الراحة في أمان الله.